عن هذا الملف ينضم إلي النائب السابق ورئيس الحزب الديمقراطي العربي الأستاذ طلب الصانع. مساء الخير أستاذ طلب. يعني في هذه الأيام التي تعتبر أيام هامة وحساسة بالنسبة للمجتمع اليهودي وكان عليها إجماع واسع، تطفو ربما هذه الخلافات حول المراسم التي وصلت إلى حد إلغاء وزراء ونواب عن الائتلاف المشاركة في المراسم في المقابر العسكرية وغيرها من الأمور، وأيضا إلغاء نتنياهو لهذا الخطاب في تل أبيب. كيف تنظر لكل هذه الخلافات بالتحديد بهذا التوقيت؟ نعم، كما تفضلت، هذه المناسبات وهذه المراسيم، عشية عيد الاستقلال وما شابه، هي احتفالية وهي وحدوية وهي تمثل الإجماع الصهيوني وقضية ضحايا الحروب بالنسبة لهم قضية شبه مقدسة من حيث الإجماع في المجتمع الإسرائيلي. الاحتقان والاستقطاب الذي وصل إلى هذه الأيام التي هي مثال للوحدة والعامل الوحدوي يؤكد حجم الانقسام في المجتمع الإسرائيلي. بالعكس، هذه الأيام تحولت إلى أيام لإبراز الصراع وضربة الصراع. ولماذا؟ لأنه الذي يجلس الآن في الائتلاف، الأحزاب الدينية، هي لم تشارك في الخدمة العسكرية. المناسبات الآن هي مناسبات قومية إسرائيلية للجنود الذين سقطوا في الحروب، وبالتالي هم جاءوا ليقولوا نحن الذين ندفع الثمن. هؤلاء الذين يريدوا تقرير مصيرنا هم ليس جزء ممن يدفع الثمن، وأيضا يريدوا أن يقولوا لنتنياهو نحن والأغلبية التي تتظاهر الآن هم العلمانيين، هم الذين يشكلوا العصب للجيش الإسرائيلي، يقولوا نحن ضحينا من أجل الدفاع عن إسرائيل الديمقراطية التي تقوم أنت بتهديدها. وبالتالي تحولت هذه الأيام بدلا من أن تكون أيام رمز للوحدة، الرمز للانقسام، لأن الجزء الذي يتظاهر يختزل هذه الأيام ويظهر أنه هو الذي له هذه المناسبات، وليس للمتدينين الخارجين الذين لا يخدموا في الجيش، وليس للمطرفين، وليس لأولئك الذين يهددوا الدولة التي من أجلها كما يقولون قدموا الضحايا. أستاذ طلب، أن يصل الموضوع أيضا إلى حد أن يلغي نتنياهو هذا الخطاب في تل أبيب، وكما سمعنا أيضا في التقرير هنالك من المتحدثين من قالوا أنه يعني بات يتظاهر أو يحاول أن يصدر صورة بأن حتى الجاليات اليهودية في الولايات المتحدة تدعمه، وهذا ليس جزء من الواقع. كيف بالتالي بالإمكان وصف يعني شرعية نتنياهو كرئيس للوزراء في هذا التوقيت وفي ظل كل هذه الأزمات السياسية؟ لم يحدث في السنوات الماضية أن تغيب نتنياهو عن هذه المناسبة. بالعكس، نحن ندرك بأن نتنياهو يسافر حتى الولايات المتحدة للمشاركة في المؤتمرات اليهودية. بالنسبة له هذه فرصة لإظهار بأنه قائد على المستوى الإجماع الصهيوني والمؤسسات اليهودية العالمية. تغيب نتنياهو لسببين: الحراك الموجود، وأيضا الرفض داخل الجاليات اليهودية سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو في أوروبا، ورأينا ذلك. حيثما حل نتنياهو كان يواجه الانتقادات، لا يواجه التأييد، وبالتالي المشاركة ستكون محظر لنتنياهو، وهو يعني قام بتقييم الربح والخسارة، وجد أنه سيكون خاسر، خاسر من حيث التظاهر في الخارج، وخاسر من حيث ردود الفعل المشاركين في المؤتمر. وبرأيي بشكل عام الانقسام الموجود هو تجاوز إسرائيل إلى الجاليات اليهودية، إلى الجاليات المؤثرة في الدول الأوروبية وفي الولايات المتحدة الأمريكية. نرى تراجع في التأييد وليس بالصدفة. الولايات المتحدة اليهود المؤثرين هم الذين الأشكناز بشكل أساس، وهم المؤسسين في دولة إسرائيل، وهم الذين يتظاهرون الآن. في المقابل اليهود المتدينين القوميين مثل سموتريتش، بن غفير، والذين نسمع دعوات بالضرورة أن لا يشارك في مناسبات وزيارة قبور الجنود الذين سقطوا لأنه لم يخدم في الجيش، وبالتالي هو الخلايا الضعيفة في هذه الحكومة في هذه المناسبات.
وهذا يؤكد بانه نتنياهو واجه ازمه جديه، ليس على مستوى الشارع الاسرائيلي وانما مستوى الجاليات اليهوديه التي تؤثر على الراي العام الدولي. ونتنياهو يتاثر جدا بموقف الدول الاوروبيه، ويريد ان يظهر بمظهر القائد الدولي وليس القائد المحلي على مستوى اسرائيل. هذه الصوره بدات تهتز بشكل كبير، وكما تفضلت واتفق معك في الراي، اي رئيس حكومه يستمد الشرعيه من قبول الشارع، واي رئيس حكومه يعني يسلب الشرعيه ويفقد الشرعيه عندما نرى مثل هذا الرفض الواسع والمتواصل الذي يعكس او ينتزع الشرعيه نتنياهو والقدره على اتخاذ القرار. نعم، قبل أن نتحدث عن الاحتجاجات المتواصلة في الميدان أستاذ طلب، أريد أن نربط يعني موضوع الأزمة داخل الائتلاف الحكومي وأقطاب الائتلاف الحكومي بهذا القرار، والحكومة يعني تؤجل سن قانون تجنيد الحريديم ضمن خطة إضعاف القضاء بسبب الأزمة السياسية. هل باعتقادك يعني بالإمكان أن يثير ربما هذا القانون الجدلي أصلا أزمة أخرى ما بين أقطاب الائتلاف؟ ما هو مصيره؟ هذا القانون إذا أقر بالصيغة المقترحة التي تشكل عمليا دفع لليهود المتدينين من الخدمة العسكرية، هذا سيغذي ويشكل وقود لتأجيج الحراك ودفع شرائح مجتمعية إضافية للانخراط في هذا الحراك، من داخل حتى من داخل اليمين الذين قد يكون توجهاتهم يمينية ولكن لا يريد أن يكون هنالك شرائح بمفهومهم الطفيلية التي لا تخدم وتحصل على الميزانية. وبالتالي من أجل عدم تأجيج الحراك وعدم دفع شرائح جديدة بالانخراط نظرا على خلفية مثل هذا القانون جاء التأجيل. وبرأيي بأنه نتنياهو يتابع استطلاعات الرأي، وهو يحلل هذه الاستطلاعات ويدرك أن الاستطلاعات تؤكد أن هنالك الشرائح التي كانت من المصوتين لنتنياهو الآن انتقلت لدعم بيني جانس، وليس بالصدفة استطلاعات الرأي لأول مرة نرى بأنه بيني جانس أكثر مناسبة، بغض النظر عن عدد المقاعد، أكثر مناسب الشخص المناسب أكثر لاستلام منصب رئاسة الحكومة. في الماضي كان دائما هو الذي يتصدر في كل الاستطلاعات، هذا يؤكد بأنه هنالك تحول، هنالك شرائح انتقلت من مكان إلى مكان. التغيير ليس داخل نفس المعسكر وإنما انتقلت من معسكر إلى معسكر آخر. إحدى الأسباب هي قضية الرضوخ لإملاءات الأحزاب الدينية. هنالك من هم علمانيين يمنيين يرفضون الإملاءات للأحزاب الدينية، والذين يتهمونها بالانتهازية ومحاولة الكسب المالي وبدون تقديم خدمات. بهذه الصيغة نرى أنه التعاطي مع هذا القانون، وبالتالي ليس بالصدفة أنه تم تأجيل هذا الكون، حتى شاس وافقت انها ادركت حساسية الموضوع للرأي العام الإسرائيلي. صحيح، وهذا التغيير الذي نشهده من خلال استطلاعات الرأي عمليا يأتي بشكل جلي في هذه الاستطلاعات ونتائجها. بسؤال أخير أستاذ طلب، يعني نتحدث عن الميدان وهذه الاحتجاجات المتواصلة وأيضا دعوات واسعة للتظاهر يوم غد الثلاثاء في تل أبيب والقدس، وهو أيضا يوم هام للشارع الإسرائيلي، المشهد الميداني الذي يتصاعد، كيف ترى عمليا تأثيره في الفترة القادمة وثقله في تحديد وجهة المرحلة القادمة في البلاد؟ هذا الحراك يأتي ويتزامن مع استمرار المفاوضات الذي يحتضنها رئيس الدولة، وهذا يؤكد بأنه محاولة القفز على هذا الحراك أو امتصاص هذا الحراك من خلال وجود مفاوضات فشل. هذا الحراك مستمر، وفشل المفاوضات سيؤدي الى تأجيج وزيادة هذا الحراك. وبرأيي بانه اذا استمر ذلك بهذا الزخم وبهذه القوة سيكون إشكالية جدية امام الحكومة في مواصلة سن هذه القوانين التي تشكل انقلاب بالمفهوم القانوني، وعدم فشل الحكومة سينعكس على الائتلاف الحكومي، بمعنى ان الحكومة الحالية تواجه معضلة جدية سواء اذا تراجع أو إذا استمر. في كلا الحالتين هي تواجه أزمة، والأزمة هي موضوع أسابيع قادمة ستبدأ تظهر بوادرها بشكل
جلي أكثر مما هي عليه الآن. نعم، جزيل الشكر لك على هذه المداخلة، النائب السابق ورئيس الحزب الديمقراطي العربي الأستاذ طلب الصانع، شكرا جزيلا لك.